اهلا بحضراتكم على هامش اعمال قمه مجموعه العشرين التي يشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي. عقد عدد كبير من اللقاءات الجانبيه مع مجموعه كبيره من القاده في العاصمه الهنديه بنيودلهي. طبعا من ضمن هذه اللقاءات لقاء مع فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني، وسيريل رامافوزا رئيس جمهوريه جنوب افريقيا، وايضا عثمان غزالي رئيس جمهوريه جزر القمر والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وتدرس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية. القمة اللي انطلقت جلستها الافتتاحية وتابعناها على الهواء مباشرة منذ قليل، تفاصيل أكتر عن القمة وتفاصيلها هيكون معانا على التليفون السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق. صباح الخير على حضرتك سعادة السفير. صباح الخير، أهلا بكم. أهلا وسهلا بحضرتك. نقدر نقول بعد متابعة الجلسة الافتتاحية ودعوة مصر كضيف شرف لحضور جلسة قمة العشرين، نقدر نقول مصر قادرة، مجموعة العشرين عفوا، نقدر نقول مصر قادرة على تحقيق التكامل والاندماج مع الاقتصاد العالمي ومع التجمعات الاقتصادية اللي هتكون موجودة في المؤتمر؟ بالتأكيد مصر من الدول التي انفتحت على العالم مبكرا عن أي دولة أخرى. بدأنا من 1968 عندما قرر الرئيس جمال عبد الناصر أن تنضم مصر إلى منظمة التجارة العالمية أو ما يعرف باتفاقية التجارة الجات، ثم انفتحنا أكثر وأكثر بعهد الرئيس السادات. منطقة تجارة حرة عربية 22 دولة، منطقة تجارة حرة إفريقية 51 دولة، ثم اتفاق المشاركة المصري الأوروبي مع 27 دولة، مؤخرا البريكس وانضمام مصر إليها اعتبارا من يناير القادم إن شاء الله. إذا نحن دولة ذات تمثيل في كل التجمعات الدولية، دولة رائدة في عدم الانحياز، دولة مؤسسة لمجموعة الدول النامية المسماة 77، لكن هي 139 دولة أكبر قوة تصويتية في الأمم المتحدة. نحن دولة مؤسسة لنظام الأمم المتحدة أيضا. هذه هي الرؤى المختلفة للدبلوماسية المصرية، لكن الجديد في الدبلوماسية المصرية أنها عادت بقوة لسلاح دبلوماسية الرئاسة. رئيس ما شاء الله يديله ربنا الصحة ذهب إلى طوكيو مرتين في أقل من شهرين شرقا، ثم راح باريس غربا في مؤتمرات مختلفة، ذهب لنيويورك وعقد 40 مقابلة رئاسية خلال دورة الأمم المتحدة، دخل بلدان إفريقيا وذهب إلى بلدان، يعني أنا أشهد كزائر لإفريقيا وعملت فيها مرات، ذهب إلى بلد أنا كنت سفير غير مقيم فيها فأقام فيها الرئيس، بل وأنشأ سفارة، بنى سفارة ولنا الآن سفارة فيها. إذن هو نشاط دائم يوضح أن مصر صارت من أكثر عواصم العالم استضافة للسفارات الأجنبية. أنا يعني دي بأشير للجانب الاقتصادي أيضا، كل هذه البعثات تنفق مئات الملايين من الدولارات على إقامتها في مصر. انظروا للسفارة السعودية على نهر النيل في الجيزة، مبنى أطول من مبنى وزارة الخارجية. انظروا للسفارة الأمريكية في القاهرة وهي أكبر سفارة لأمريكا في أي مكان في العالم، وعدد دبلوماسيها يكاد يقارب عدد دبلوماسي مصر في كافة سفاراتنا في العالم. كل هذا إنما يعبر عن مصر الحاضرة دائما، مصر التي يقدرها قادة العالم. وأهو في نيودلهي نحن نمثل إفريقيا، صحيح، نمثل العالم العربي، نمثل الدول النامية. كل هذه أوجه متعددة للدبلوماسية المصرية. عظيم. ثم علاقة خاصة بالهند منذ المهاتما غاندي والرئيس رئيس الوزراء مصطفى باشا النحاس، منذ جمال عبد الناصر ونهرو ومجموعة عدم الانحياز، ثم تتجدد هذه العلاقات بزيارات متبادلة مع رئيس وزراء الهند والسيد الرئيس، وحميمية واضحة في لقاءاتهما. عظيم. سعادة السفير، كيف يمكن لمصر أن تستفيد من وجودها في هذه القمة وتفيد أيضا، لأن مصر لديها تجربة، لديها تجربة في الإصلاح الاقتصادي، لديها تجربة في محاربة الإرهاب، في البناء، في التنمية، في تحقيق الأمن الغذائي أيضا.
بالضبط كده، بل أن مصر يعني قانونيا ملتزمة مع إفريقيا والدول العربية وأوروبا بمحاربة ما يسمى كل أشكال الجريمة المنظمة، سواء كانت الإرهاب أو غسيل الأموال أو الهجرة غير المشروعة أو كل هذه الجرائم، نحن ملتزمون بالتعاون لمحاربتها، ولنا سمعة طيبة للغاية، رغم أن الرئيس أعلن أن لدينا 9 مليون ضيف أجنبي يتقدمه السودانيين والسوريين وغيرهم، فلم تكن أبدا مصر معبرا للهجرة غير المشروع، وأوروبا تشيد بهذا الوضع. أيضا كما تفضلت أنت، نحن لدينا تجربة في الإصلاح الاقتصادي ناجحة جعلتنا نقف على أقدام ثابتة، لأن بدأنا الإصلاح الاقتصادي من 2016، فبالتالي لما جاءت أزمة الكورونا ثم أزمة الحرب الأوكرانية جاءت ونحن نقف على أقدام ثابتة أكثر من غيرنا، وبالتالي كل بلدان العالم يتراجع اقتصادها تنمو بالسالب إلا 5 دول من بينها مصر، يعني ما زال اقتصادها ينمو إيجابيا، رغم أننا نريد طبعا مضاعفة هذا، لأن لدينا ما شاء الله أعظم إنتاج في العالم من الأطفال. نحن أنجبنا منذ ثورة 2011 دولتين بحجم اليونان، 2.5 مليون طفل سنويا، ده واجب علينا إن احنا نيسر لهم أفضل سبل العيش والتعليم والصحة والخدمات والطرق والكباري التي يتساءل البعض عنها إلى آخر هذه المنظومة. والحمد لله لدينا ما نعتزي به وتجربة فعلا كما تفضلت نعرضها، ثم نأخذ الخبرة أيضا. نحن دولة كلها أسماع أو آذان صاغية لكل الذين سبقونا في التقدم الاقتصادي، ونتبادل العلاقات الاقتصادية. نحن أكبر دولة في العالم مستفيدة من مساعدات التنمية الاقتصادية، وأكرر وهي أشرف وأكفأ دولة في استخدام هذه المساعدات، لأنها تتم بأحسن سبل التنفيذ، ودي على فكرة ظاهرة الكل يستفيد منها. أنا بعد ساعات من الآن سأحاضر في أكاديمية ناصر العسكرية العليا لأربعين قيادة من الجيوش الإفريقية في كلية الحرب، يأتون لمصر ليستفيدوا من تجربته. ده شيء فريد في نوعه ونعتز به كدبلوماسية مصرية. نعم، دعوة مصر لحضور مثل هذه التجمع، مثل هذا التجمع، وحرص رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على ان هو يدعو الرئيس السيسي في حضور هذه القمة، نقدر نقول ان ده بيأكد على قوة الاقتصاد المصري، وبيوضح انه خلال السنوات الأخيرة حصل نوع من انواع التوأمة أو العلاقات الشديدة القوة بين مصر والهند في مختلف المجالات، لا سيما السياسية أو الاقتصادية. هذا سليم جدا، بل نستعيد كل الملفات التي كانت قد يعني توقفت قليلا، مثل ملفاتنا مع روسيا والدول التي كانت تابعة لها، لأن كانوا في وقت من الأوقات يشغلون 65% من تجارة مصر، وتراجع هذا إلى أقل من 11% نتيجة أن الروس يعني انقلبت الشيوعية هناك، وسقط حائط برلين، وهذه الدول يعني تواجه متغيرات اقتصادية وسياسية عميقة. الآن نستعيد هذه الصلات، زرنا رومانيا وزرنا المجر وزرنا بولندا، وتبادلنا زيارات مع روسيا ومع الصين. المهم في هذا أن الرئيس قال وهو يتجه نحو بكين وموسكو، أنا أتجه شرقا لكني لا أعطي ظهري للغرب. نحن دولة تعتز بأنها من أكثر عواصم العالم استقبالا للسفارات الأجنبية، وهذا يعطي مثال لكيف أن دولة تستفيد من هذه العلاقات، وهي دولة واسعة الاتصالات بكل أطراف العالم. طيب سعادة سفير رئيس الوزراء الهندي في الجلسة الافتتاحية قال أن هذه القمة من المفترض أن تكون قمة الشعب، يقصد إيه بهذه الكلمة؟ بالتأكيد، لأن طبعا هناك تطلعات للشعوب، والهند ليست من الدول المتقدمة، هي دولة نامية مثلنا،
ونريد أن التقدم اللي حادث في العالم ينطلق إلى شعارين. شعار التنمية ده شيء مهم جدا كلنا نأخذ به، لكن شعار عدالة توزيع الدخل لما فيه مراعاة مصالح الشعوب ومصالح الطبقات الأكثر احتياجا، فهذا طبعا بالتأكيد شعار هام، وتستفيد منه إفريقيا كما تستفيد الهند أو الصين، لأن إفريقيا قارة مظلومة أيضا. الأموال الخارجة من إفريقيا في اتجاه الدول النامية والمتقدمة أكثر كثيرا مما تتلقى إفريقيا من أموال، فإفريقيا تدفع فوائد ديون وتدفع فاتورة واردتها أكثر مما تصدر وأكثر مما تأتيها من استثمارات. وهنا لمصر ورئيسها مبادرات عظيمة في دعوة الدول ذات الفوائد المالية أن تستثمر في إفريقيا بالخبرة المصرية، ونحن ندعي أننا من أكثر دول العالم خبرة في إفريقيا، ولدينا آلاف من الخبراء يساندون دول القارة، والميزة عندهم أنهم خبرتهم أكثر وتكلفتهم أقل كثيرا مقارنة بأي دول أخرى. كل هذه يعني صفحات وبضاعة نقدمها للعالم يستفيد منها، ونستفيد أيضا من علاقتنا الدولية. سعادة السفير، قمة مجموعة العشرين بتناقش العديد من القضايا، يمكن وارد أنه يتم طرح مشكلة استمرار الديون اللي بتواجه الدول النامية وتداعياتها، هل من الوارد أنه يتم تناول شكل أو بآخر تحقيق نوع من أنواع التوازن للموارد بين الدول النامية والدول المتقدمة كحل من الحلول لمشكلة الديون التي لا تتوقف؟ بالتأكيد، ولنا سوابق في هذا. أولا في قمة السبعة في طوكيو منذ سنة 1972 التزمت تلك الدول بأن تقدم على الأقل 1% من النتيج القومي مساعدة للدول النامية. لم ينفذ هذا بالكامل، وإنما هو التزام على كل حال. الآن نقول فعلا كما تفضلت هناك مديونية عارمة، ولنا في مصر تجربة إيجابية جدا في عقد الثمانينات والتسعينات عندما ذهبنا إلى نادي باريس فعفانا من نصف مديونية مصر، كانت 52 مليار شطب 26 مليار، الدول العربية شطبت 11 مليار كل المديونية، أمريكا تنازلت عن ديوننا العسكرية، فلنا تجربة رائدة ومهمة جدا في هذا. وبالتالي أنا يعني أعتقد أننا ندير موضوع المديونية بخبرة كبيرة، ولدينا ما شاء الله من خيرة الخبرات الاقتصادية التي نباهي بها العالم، ونستطيع فعلا أن نكون يعني ريادة في جعل كل الدول النامية المدينة تقف على أقدام ثابتة بشيء من التعاون بين المانح والمتلقي. عظيم. سعادة السفير، جدول أعمال سيادة الرئيس مليء بالأنشطة والفعاليات، ومنذ قليل كنا نتابع إجراء العديد من اللقاءات مع عدد من القادة، مع رئيس الوزراء الياباني، مع رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، رئيس جمهورية جزر القمر بالطبع أيضا وهو رئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وكذلك المدير العام لمنظمة الصحة العالمية. أهمية ودلالات هذه اللقاءات إيه يا فندم؟ نجاح لدبلوماسية القمة، أنا أشرت منذ دقائق إلى أن الرئيس لما كان في نيويورك بيحضر الدورة الأمم المتحدة عقد 40 لقاء رئاسي في 5 أيام، لو حب يعمله في الظروف العادية يحتاج 40 أسبوع مثلا، لكن في 5 أيام عقد هذه اللقاءات. اليوم 3 أو 4 لقاءات رئيسية مع رؤساء دول ومنظمات دولية، وتوقع خلال إقامته إن شاء الله أنه يعقد عشرات المقابلات. هيكون فرصة، هيقابل الرئيس الأمريكي، هيقابل زعامات صينية وزعامات هندية وزعامات الدول المتقدمة من ألمانيا من فرنسا، كلها دول لنا بها علاقات وثيقة جدا وتنظر إلينا نظرة إيجابية للغاية.
أكيد. عقب حضور سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قمة العشرين، وعقب ده كان عقب حضور مصر تجمع الدول أو مجموعة البريكس للانضمام كعضو دائم ليها، نقدر نقول إن احنا هنا بنشوف تكامل للدور المصري وإنه بيساهم في المرحلة الحالية جوه دوائر التجمعات الاقتصادية العالمية المختلفة؟ بالضبط كده. البريكس تأتي استكمالا لمسار آخر غير مجموعة العشرين. مجموعة العشرين نضعها مع مجموعة السبعة، ودي حضرناها أيضا، اللي هي مجموعة أكبر دول صناعية في العالم، اجتمعنا ونجتمع بها، ودي أغنى 20 دولة في العالم. البريكس تأتي استكمالا لمنطقة التجارة الحرة العربية، منطقة التجارة الحرة الإفريقية، اتفاق المشاركة المصرية الأوروبية، بل لنا اتفاق قلما يشير إليه البعض هو اتفاق الميركسور مع بلدان أمريكا اللاتينية. ثم تأتي البريكس وهي مجموعة حديثة نسبيا، لم تكتمل أسس ومظلات التعاون التجاري بينها، لم تصل بعد إلى مستوى منطقة التجارة الحرة، لكن ربما تتميز في التمويل، لديها بنك للاستثمار. كل هذه نوافذ نطل منها على العالم ونستفيد بعلاقتنا الدولية والإقليمية والثنائية. طيب سعادة السفير، في ظل وجود الرئيس الأمريكي وتصدر الولايات المتحدة الأمريكية المشهد كأكبر قوة وكأكبر اقتصاد، وعلى الجانب الآخر عندنا غياب للرئيس الصيني وغياب أيضا للرئيس الروسي، كيف تتوقع أن تخرج هذه القمة بنتائج مهمة، خاصة في المسائل المرتبطة بهاتين الدولتين، سواء المسائل الاقتصادية والتجارية المرتبطة بالصين أو حتى الأزمة الروسية الأوكرانية التي هي حديث هذه القمة بالفعل؟ هو قيل أن هذه الموضوعات التي تفضلت بها أنت على قمة اهتمامات الرئيس الأمريكي، بل علاقة أمريكا بالصين علاقة طريفة في نوعها. الصين التي لامنا الأمريكان أننا اعترفنا بها سنة 56 صارت أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، هذا يدلك على أن لك سياسة مصرية تفخر بها كمصري. بل عندما لامونا على العلاقة مع كوبا إذا بالرئيس أوباما يزورها سنة 2009، بل أن الصين نفسها لامت مصر لما جمال عبد الناصر انضم لمنظمة التجارة العالمية لأنها منظمة في رأيهم في ذلك الوقت منظمة استعمارية. دخلتها الصين وروسيا بعدنا بأربعين سنة. أنت تنتمي لواحدة من أعظم السياسات الخارجية، وأنا يعني لو رجعت للأكاديمية كنت أشرف على رسالة الدكتوراه إعادة السياسة الخارجية المصرية لألفين سنة قبل الميلاد، لما ذهب ملك مصر أحمس ليحرر الشام من الهكسوس. سياسة قديمة جدا وثابتة ومستقرة، ولم يختلف منها معها أحد إلا واتبعها بعد عشرات السنين. فهو ده الوضع. أمريكا لديها مشاكل مع الصين رغم أن هي أكبر شريك تجاري لها، إنما الصين أيضا متهمة أنها تخفض قيمة عملتها لكي تكسب الأسواق، على عكس ما نفهم نحن كمصريين نتصور أن تخفيض العملة يعني سلبي. لا لا، الصين تتخذ سياسة، هي متهمة أنها تخفض عملتها ب 33% لتكسب الأسواق. وهذه السياسات كلها نتعلم منها الكثير. وأظن أيضا لديه مشاكل الرئيس الأمريكي مع الهند، لأن أمريكا تبالغ أحيانا في وضع قيود على التجارة مع كثير من الشركاء، حتى أن الأوروبيين اللي هم الحليف الأساسي في حلف الأطلنطي يشكون أن أمريكا تعرقل تجارتهم في الولايات المتحدة. رغم غياب للرئيس الصيني ورغم غياب للرئيس الروسي، يرى مراقبون أن هذه فرصة جيدة للهند لإظهار قدرتها على إدارة الأمور في ظل استضافة العديد من الدول، وده كمان بيروا أنه هو كمان وارد جدا أنه يحصل تنامي للدور المختلف للعديد من الدول. هنا هتظهر دور الرائد اللي قد تقوم به طبعا يعني مصر بأنها بتتحدث بصوت أفريقيا كمان في هذا التجمع. طبعا هي مصر من أكثر بلدان أفريقيا تمثيلا للقارة، إحنا أكثر دولة أفريقية رأست الاتحاد الأفريقي، وأكثر دولة أفريقية مثلت
افريقيا في مجلس الامن، ونحن اكثر دول العالم تمثيلا في كل عواصم القاره الافريقيه. لا توجد عاصمه افريقيه الا ولنا تمثيل قوي فيها. وبالتالي انا ادعي كسفير مصر انني كنت اكثر وجه مقبول في العلاقات الدبلوماسيه في كل بلد افريقي خدمت فيه. اما غياب الرئيس الروسي فهو ليس المقصود به الجي 20، لا، هو عنده مشكله محكمه الجرائم الدوليه تطلبه، حركته الان خارج اراضي بلده ستكون محدوده، والصين لديها مشاكلها ايضا. لكن طبعا هناك من يمثل روسيا، راينا على الشاشه منذ قليل لافروف وزير خارجيه روسيا وهو دبلوماسي قديم، وايضا الصين هناك من يمثلها. فغيبه الرؤساء ليست بمعوق عن ان الرئيس الامريكي يتصل برؤساء الوزارات سواء الروسي سواء الصيني او وزير خارجيه روسيا ايضا. اللي بيسعدني كدبلوماسي او يطمئني وان طالما استمر الحوار تتراجع المجابهه وتتراجع النزاعات. الدبلوماسيه هي تدعو لاستمرار الحوار، وندعو الله ان يجد العالم سبل لحل مشكله اوكرانيا وسبل لوقف المجابهات مع كوريا الشماليه، مع الخلاف الصيني الياباني حول تايوان الى اخر هذه المنازعات. الحوار يؤدي في النهايه الى خطوات نحو الاتفاق ونحو السلام والازدهار والتنميه. صحيح، وكل هذه الامور يا فندم هيكون لها انعكاساتها بكل تاكيد على الامن الغذائي وكمان على مواجهه التغيرات المناخيه. سعاده السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجيه السابق، شكرا جزيلا لحضرتك.